وعندما بلشت الصيام كنت تكمله يعني اليوم كاملا أم يعني نص يوم ربع يوم إلى أن وصلت أنك تصوم كل الشهر؟ بصراحة يعني الصدق طبعا لازم واحد يكون، احنا من كنا أطفال كان يعلمونا أنه الصيام الصيام وأشياء يعني مهمة، الصوم والصلاة صح والحج والزكاة والجهاد في سبيل الله، هاي الأمور الدينية. نعم. لأن أساساً أنا عائلتي انحدار الديني يعني. نعم. النجف الأشرف. والنعم. الأب يصلي والأم تصلي والأخ يصلي والصوم أنا وياهم همينة. نعم. فأصوم مرات يعني شوية أزاغل. فيبرروا لياها يقول يعني هي على العمر أنت. نعم. إذا عمرك 10 سنين يعني ممكن أنه تأكل الساعة بالعشرة الصبح. آه جميل. إي. هاي أول ما تقعد تأكل يعني. يعني بس لا الآن الحمد لله وشكرا. الحمد لله الحمد لله رب يعطيك الصحة والعافية. كنت تساعد الأهل في المطبخ تعد بعض الأكلات ولا ما إلك مزاج في المطبخ في رمضان؟ لا هم في يعني في رمضان وغير رمضان ولا فقط في رمضان؟ لا غير رمضان وياهم. نعم. الأيام أنا ساعد زوجتي بالطبخ، ساعد زوجتي بغسل المواعين، بعض الأكلات يعني هذا أعتبر نوع من الواجب علي مساعدة. نعم. الزوجة. صحيح. بس بذاك الوقت لا هم ملتهين صحيح مسؤوليتهم. لك أكلة معينة تحب تأكلها في رمضان ولا؟ لا والله أنا شعاري يأكل كل شيء بس لا تأكل حق العالم. حلوة هاي. جميل. مرت عليك أكيد أيام في عمل درامي أو ربما سينمائي أو حتى إذاعي أثناء الشهر الفضيل؟ أي نعم. كانت وشون شفت أدائك؟ هل يختلف أثناء رمضان عن باقي الشهور؟ أبدا إطلاقا. تحمل المسؤولية لدور ما معين. نعم. يجرد الفنان من كل شيء. جميل. يعني غض الطرف عن كونه صايم أو جوعان أو تعبان أو مريض. أنا في إحدى الأعمال مع الأستاذ حسن حسني. نعم. كنت أعاني من صداع، صداع كبير بس ما أقدر أقول. نعم. يعني ما أقدر أوقف العمل واستمر الصداع لحد أنه قمت يعني ألقي إلقاء غير طبيعي. نعم. واكتشفوا أنه أنا عندي حالة خطيرة لازم معالجتها بسرعة، نقلوني للمستشفى. فرمضان وغير رمضان هو العمل الفني أداء واجب مقدس. نعم. عليك أن تؤديه مهما كانت الظروف. جميل. ننتقل الآن وياك إلى محور آخر هو محور مهم، محور الديرة. حضرتك طبعا أكيد الآن في بغداد، ولكن قبلها العائلة أصولها ترجع للنجف الأشرف. نعم. هو والدي يعني تولد الكوفة. نعم. وعائلتي بالنجف. نعم. بعدين انتقلت بحكم يعني والدي كخياط. نعم. في الكوت. نعم. تحديدا انتقلت الى الكوت في النعمانية. انتقلنا. نعم. ولادتي بالكوت. نعم. نوجه تحية لأهلنا في النجف وفي الكوت طبعا وفي بغداد وفي كل محافظاتنا لكل أهلنا. نعم. فولادت